وين تكلمنا على السيادة في إطار حق الشفاعة؟ لماذا الملفات المطروحة في حق الشفاعة إلى يومنا هذا ما كانش واحد فيهم أوصل إلى مآله الطبيعي النهائي؟ كان هذا آخر تصريح لوزير الصناعة والمناجم في إشارة منه لتوجه الحكومة نحو إلغاء قانون حق الشفعة الذي اعتبره خللا مترتبا عن القاعدة الاستثمارية 51.49%، وهو توجه ينتقده مختصون الذين أكدوا أن إجراء كهذا سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. إذا كان المقصود من كلام الوزير إلغاء حق الشفعة فهذا قد يكون لديه آثار سلبية على الاقتصاد الوطني. حق الشفعة هو يستخدم كآلية للمحافظة على الثروات الطبيعية لبسط السيادة الوطنية في قطاعات استراتيجية أو حتى من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية على غرار المحافظة على مناصب العمل، على غرار توسيع المشروع، على غرار يعني استرداد الحقوق الضائعة. ويقترح ذات المختصين آليات قانونية مرافقة لقانون حق الشفعة تتماشى مع القوانين الدولية. حق الشفعة ليس هو السبب المباشر لعدم استرداد الحقوق الضائعة الاقتصادية للجزائرية. حق الشفعة لابد أن تكون لديه إجراءات مرافقة، من أهمها تكون لديه ترسانة قانونية متطابقة مع القوانين الدولية. لابد أن يكون هناك مختصين في التحكيم الدولي. لابد أن لا ننظر إلى المسألة من وجهة نظر استراتيجية في بعض المسائل. تجدر الإشارة إلى أن قانون حق الشفعة يعتمد كآلية منذ قانون المالية 2009 بعد قضية ما يعرف بملف أوراسكوم ولافارج. وهنا يتساءل متتبعون عن جدوى إلغاء قانون لردع بسط النفوذ الأجنبي على بعض الاستثمارات.